تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان. أحلام، نبدأ معك من الأخبار الميدانية. يعني هناك أنباء عن توجه أو توجيه صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه إسرائيل، ما المعلومات المتوفرة حول ذلك؟ في ساعات الصباح كان هناك إطلاق لصفارات الإنذار التي دوت في منطقة خليج حيفا وأيضا في أجواء مدينة عكا، وبالتالي وفقا لما يقوله الجيش الإسرائيلي فكان هناك اعتراض مشبوه لطائرة مسيرة أو لجسم مشبوه في سماء تلك المنطقة، وكانت هناك الصواريخ الاعتراضية التي انطلقت في سماء المدينة. ولكن وفقا التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي فيقول بأن هذا الاشتباه هو اشتباه خاطئ، ولكن يبدو بأن هناك تضارب في هذه الروايات ما بين البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي وإذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت بأن كان هناك اختراق لطائرة مسيرة قادمة من الأجواء اللبنانية باتجاه سماء مدينة عكا وأيضا في أجواء خليج مدينة حيفا، ما أدى إلى إطلاق الصواريخ الاعتراضية، ولكن لم يتم اعتراض هذه الطائرة المسيرة. ووفقا للإسعاف الإسرائيلي فكانت هناك إصابة لسيدة نتيجة لمحاولتها الاحتماء في الملجأ، ولكن هذه إصابة بصورة غير مباشرة لتلك الصفرات الإنذار وللطائرة المسيرة. طيب ننتقل معك إلى الشق السياسي، يعني ما هي أصداء استقالة غانتس وأيزنكوت بداية؟ نعم، فعليا بيني غانتس رئيس المعسكر الوطني اتخذ له القرار وهذه النقطة للخروج من حكومة الطوارئ ومن الكابينيت الحربي الإسرائيلي. كانت هناك العديد من ردود الفعل، ولكن النقطة الجوهرية بالنسبة لبيني غانتس انسحابه هو يأتي في أعقاب عدم اتخاذ بنيامين نتنياهو للقرارات الاستراتيجية والمصيرية، وهو يقول بأن بنيامين نتنياهو يتردد ويؤجل هذه القرارات الاستراتيجية لاعتبارات سياسية، وأيضا دعاه من أجل الذهاب لانتخابات مبكرة. في أصداء هذا الخروج والانسحاب، بيني غانتس أيضا يسحب معه ويأخذ معه غادي أيزنكوت وأيضا هيلي تروبر، وهما أيضا العضوان في حكومة الطوارئ الإسرائيلية وينتميان إلى حزب المعسكر الوطني. مع عملية الخروج كانت هناك مطالبات من قبل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي للانضمام إلى حكومة إلى الكابينيت الحربي الإسرائيلي. وهنا بالتالي يعني السؤال التالي، ما هي سيناريوهات ما بعد الاستقالة؟ ضم بن غفير فعليا أم حل هذه الحكومة؟ فعليا حل هذه الحكومة هو أمر مستبعد أن يقوم بنيامين نتنياهو في حل هذه الحكومة، فلطالما دأبت وسعت هذه الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم من أجل تشكيل هذه الحكومة والبقاء فيها، ولكن من غير المعروف إن كان بنيامين نتنياهو سوف يضم إيتمار بن غفير إلى هذا الكابينيت الحربي، لا سيما مع خروج بعض من المعلومات والتحليلات وفقا لصحيفة هارتس الإسرائيلية التي تقول مع انسحاب بيني غانتس من هذه الحكومة هذا سوف يجعل موقف إسرائيل أكثر ضعفا أمام المجتمع الدولي. وهناك علامات استفهام إن كان فعليا سوف ينضم إيتمار بن غفير إلى مثل هكذا كابينيت لإدارة شؤون الحرب، ولكن من المتوقع مع خروج بيني غانتس أن تعود أو تستمر هذه الاحتجاجات والحراك الاحتجاجي في الشوارع الإسرائيلية بصورة أكثر حدة وأكثر اتساعا، ولربما سوف يكون هناك تكتل صهيوني معارض سوف يعمل من أجل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ولتكثيف الحراك من أجل الذهاب في انتخابات مبكرة. ولكن حتى هذه الأثناء لا يوجد هناك من الأمور الواضحة، ولكن هناك من يعتقد بأن انسحاب بيني غانتس سوف يؤثر على القرارات العسكرية وأيضا على القرارات السياسية التي سوف يتخذها بنيامين نتنياهو والكابينيت الحربي الإسرائيلي. كنت معنا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان، شكرا جزيلا لك.